زي ما ضوينا قبل هيك على إشي جوا النقابة، برضو اليوم نرضو على شيء تاني جوا النقابة، وأنتم بتكون تقيموا على هذا الإشي منيح ولا إشي مش منيح. علشان هيك اليوم بدنا نحكي قصة المهندسة هديل المجالي. متى بلشت القصة؟ بلشت القصة بشهر 11 2018. متى اجت الموافقة؟ بشهر 2 2019. الفكرة في الموضوع اليوم أنا كمان بعد هذا اللي صار، المفروض إنها هي مفروض إنها قصة إنها تلهم أي مهندس سواء لاقى شغل أو ما لاقى شغل، عنده فكرة. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. مهندس جاسر مصطفى، طلعت عليكم قبل هيك بأكثر من فيديو، كان منهم جزء بحكي عن النقابة، شريحة كبيرة في إشي عجبهم الفيديو في إشي ما عجبهم الفيديو. أنا اليوم بدي أوضح إنه إحنا مش عم نهاجم أي شخص داخل النقابة أو خارج النقابة، إحنا بدنا نحكي مين الصح ومين الغلط. زي ما ضوينا قبل هيك على إشي جوا النقابة، برضو اليوم نرضو على شيء تاني جوا النقابة، وأنتم بدكم تقيموا هذا الإشي منيح ولا إشي مش منيح. هل أنا لازم أوصل النقابة؟ هل أنا لازم أروح أطلب من النقابة؟ هل أنا لازم أسعى للنقابة ولا لازم النقابة هي اللي تجيني؟ لازم النقابة هي اللي تعطيني؟ لازم النقابة هي اللي تفيدني؟ هل أنا لازم أوصل للأشخاص اللي داخل النقابة ولا الأشخاص اللي لازم للداخل النقابة لازم هم اللي يوصلوني؟ طبعا هو الموضوع مش هيك، الموضوع انه عندنا النقابه وعندنا المهندس، المهندس عنده عطاء والنقابه عندها جهود، هذا العطاء وهاي الجهود اذا ضلوا بعاد عن بعض ما راح نوصل لاي شيء، لا يفيد المهندس ولا يفيد النقابه، لكن اذا النقابه اعطت اللي عندها والمهندس اعطى اللي عنده راح نوصل للاخر لمنطقه وسطيه، هاي المنطقه الوسطيه تمثل جميع وجهات النظر، سواء وجهه نظر المهندسين الخارج النقابه او زملائنا المهندسين اللي داخل النقابه. بدنا نوقف عن اللوم، ما ضلك تلوم وتحكي انا النقابه ما فادتني او انا النقابه هي نقابه جبايه او whatever. لا، الفكره في الموضوع انه انت عندك فكره او اعتراض او شيء لازم تروح تقدمه. علشان هيك اليوم بدنا نحكي قصه المهندسه هديل المجالي. من فتره انا شفت بوست على الفيسبوك عن انه المهندسه هديل المجالي عم بتفكر لازم يكون من النقابه في اذاعه عم تحكي عن هموم المهندسين او مشاكلهم او حلولها او whatever. انا حكيت انه انتهى الموضوع، حكي فاضي، راح يكون عباره عن حكي على الفيسبوك وينتهي ويموت في ارضه، لا النقابه راح تتبع له ولا الاشخاص راح تكمل في هذا الموضوع. لكن بدين امبارح شفت بوست جد انه بيرفع الراس، سواء كان للنقابه او للمهندس هديل او للناس اللي دعموها او للناس اللي ساعدوها بهاي الفكره. الفكره او البوست بيحكي انه تم قبول الفكره ولازم تعملي لجنه انت تترأسيها ونكمل في الموضوع ونتابع مع بعض لحتى نعمل هاي الاذاعه او لحتى نبلور الفكره وتصير على ارض الواقع. المهندسه هديل المجالي هي مهندسه معماريه تخرجت من الجامعه الاردنيه سنه 2013، اشتغلت لعده سنوات في مستشفى الملكه عاليه في مجال الاشراف، كانت مساعد لمدير مشاريع في شركه البتراء، وبعد ما خلص المشروع ما حبت تجدد راحت تدرس ماسترز. بعد ما راحت تدرس ماسترز استقالت وقعدت سنه بدون شغل، سنه كامله بدون شغل، الناس بتحكي لي شهر او شهرين ما اشتغلت، سنه اللي هي لغايه اليوم بدون شغل. بعد 6 شهور من الاستقاله قررت انه بدها تشتغل، ظلت تدور على شغل لغايه اليوم ما لقت شغل. هل المهندسه هذه قالت في البيت وقالت انا النقابه مش لقيت لي شغل او انا ما عم بيجيني فلوس او whatever؟ الفكره انه لا، كانت في بالها فكره هذه الاذاعه وطرحتها، تواصلت مع نقيب المهندسين مهندس احمد سماره الزعبي، طرحت الفكره على الفيسبوك على الماسنجر مع المهندس ورد عليها. طبعا احنا بنعرف انه موقع نقيب او موقع رئيس شعبه او whatever او رئيس لجنه او عضو في المجلس مشاغلهم يمكن مرات تلهيهم على انهم يقدروا يلحقوا يردوا على السوشيال ميديا، لكن تواصل معها ورحب بالفكره تبعتها. بعد فتره بعد ما هدي الموضوع رجعت المهندسه هديل تواصلت مع المهندس احمد سماره الزعبي، يمكن لمشاغله شوي اخذت شويه وقت المواضيع، فتواصلت مع المهندس زياد ابو هزيم رئيس لجنه المعماريين الشباب. بعد ما تواصلت مع رئيس لجنه المعماريين الشباب طلبت منه ترتيب لقاء مع نقيب المهندسين الاردنيين باي شكل من الاشكال، وبالفعل ترتب هذا اللقاء وتواصل مع المهندس احمد صيام رئيس الشعب المعماريه، دعموها الجميع، ما حدا وقف وجهه والله قالها لا احنا ما بدنا اياك تسوي هذه الاذاعه واحنا لازم احنا اللي نسويها وانت اللي لازم ما تسويها او لازم يكون معك بلان او علان، لا بالعكس طلبوا منها برزنتيشن، هذا البرزنتيشن تحكي فيه ايش الفكره اللي هي موجوده عندها، وبالفعل عملت البرزنتيشن والتقت بالنقيب وبالاعضاء اللي ذكرت لي اياهم وعرضت الفكره تبعتها، وبالفعل عرضوها على المجلس والفكره لاقت قبول انه احنا راح نعمل هذه الفكره وراح تصير على ارض الواقع، ولازم المهندس هديل تعمل لجنة تترأسها لتنظيم هذا الموضوع وإدارته. وبالفعل تواصل مع المهندس أحمد صيام دايركت وخبرها بهذا الموضوع وبعت لها كتاب الموافقة على الفكرة الموجودة.
متى بلشت القصة؟ بلشت القصة بشهر 11 2018. متى اجت الموافقة؟ بشهر 2 2019. يعني كل الموضوع من العرض للتسويف، إذا كان أصلا في تسويف، للمناقشة، لعرض الفكرة، لعرضها على المجلس، للموافقة عليها والتكليف، تشكيل اللجنة المسؤولة عنها، كل الموضوع أخذ أقل من 3 أشهر. فأنت فعليا اللي قاعد تحكي أنه أنا ما راح أستفيد أو ما راح أتواصل مع النقابة أو النقابة هي لازم تجيني، لا، قوم اتحرك، روح حط إيدك في إيد الشباب اللي في النقابة، احكي أنا بدي أشتغل، عندي الفكرة الفلانية، ما طلع الشغل الفلانية، بدي أتناقش معكم بالشغل الفلانية. ولما الشباب اللي جوا النقابة يعترضوا، تعال احكي لا أنا والله الحكي هذا عندكم هو نقطة سوداء، أنتوا اعترضتوا على كلام. شغلة حطها في بالك، أنت بالنسبة لك في قدامك شخص أو اثنين داخل النقابة أنت بدك إياهم تتواصل معهم أو زعلان منهم أو عم تتبع لهم، اللي هم ممكن يكون نقيب، ممكن يكون رئيس شعبة، ممكن يكون رئيس لجنة، ممكن يكون عضو مجلس، ممكن يكون عضو شعبة. لكن هذا الشخص اللي أنت قدامك هو شخص واحد عم بتفكر فيه، وقدامه 150 ألف مهندس هم اللي في باله، فمن الصعب أنه يقدر يتنبأ أنه أنت قاعد في الدار وأنه أنت عندك فكرة فلانية من غير ما أنت تتحرك تعرضها عليه. لما هو ما يستقبلها منك أو يرفضها، ساعتها كلنا بنوقف نحكي تعال يا فلان أنت ليش رفضت فكرة هذا الشخص، أو ما تناقشت معه، أو ما أعطيته من وقتك، أو إلى آخره. لكن الفكرة اللي نوصلها أنه لازم تتواصلوا وتعملوا اللي عليكم، بعدين بنعترض على الاشي اللي مش علينا او الاشي اللي ما قدرنا ناخده. الفكرة في الموضوع اليوم، انا كمان بعد هذا اللي صار، المفروض انها هي مفروض انها قصة انها تلهم اي مهندس سواء لاقى شغل او ما لاقى شغل، عنده فكرة انتسب للجان، اشتغل مع النقابة، بعد ما هم ما يوفوك حقك اعترض وناقش، وساعتها كلنا راح نوقف ونحكي اه صار كذا وكذا وكذا. للتأكيد مرة ثانية، لا تيأس واعمل الاشي اللي في بالك. عشان هيك انا راح احكي لك انه يوم 23 الشهر اللي هو المفروض بكرة يوم السبت في لقاء مع نقيب المهندسين الاردنيين، اعلم عنه الشباب لجنة المعماريين، خلينا اتأكد بس من الموضوع، لجنة المعماريين الشباب، نتأكد متى الموعد. هاي البوست موجود، راح يناقشوا فيه عدة محاور. المحور الأول محور الغرامات، المحور الثاني قضايا المهندسين، المحور الثالث التدريب والتشغيل، المحور الرابع محور التعليم الهندسي، والمحور الخامس شباب في قيادة النقابة. هذا راح يكون يوم 23/2 اللي هو بكرة، مجمع النقابات المهنية، الساعة 5 المساء، في فورم ادخل على الفيسبوك عبيه، وإن شاء الله أنه أصواتكم منها راح تكون مسموعة. في عنا كمان اجتماع السنوي للهيئة العامة للشباب المعماري، راح يكون يوم 26/2 اللي هو يوم الثلاثاء في قاعة الزهراء في مجمع النقابات المهنية الساعة 4. لازم تروح على كل هاي الاجتماعات تحكي رأيك وتوصل صوتك. وخلينا نسمع من المهندس هديل إيش اللي صار معها، وإيش تنصح الشباب المهندسين المعماريين، إيش أنت اللي لازم تعمل. خلينا نرجع للمهندس هادي المجال. ألو، مساء الخير. ألو ألو، كيفك باش مهندس؟ ألو، سامعتيني؟ ألو ألو، آه ممتاز، تمام، جريت. كيفك يا باشمهندسة؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ تمام، شو الاخبار؟ والله كله تمام الحمد لله. باشمهندسة هديل، عم برن عليك هلا وانا عم بصور الفيديو على اساس اوكي عم نحكي عن موضوع الاذاعه اللي عرضتيه على النقابه، لانه بتعرفي حكينا انه احنا راح نضوي على الاشياء المنيحه وعم نضوي على الاشياء اللي ممكن يصير فيها خطا سواء من المهندسين او من النقابه. صراحة الاشي اللي صار معك هو من الاشياء اللي لازم ينضوا عليها، ولازم يكون عبارة عن زي ما حكينا قصة انها ممكن تلهم كثير مهندسين انه غيروا رأيهم، بدل ما عم بحكي لك انا ليش بدي اروح على النقابة، او انا شو يوصلني على النقابة، او النقابة ما بتسمع مني، او صحيح. لازم النقابة هي اللي تجيني، صحيح. او لازم النقابة هي اللي تفيدني، كل هذا الحكي. انا بدي منك بس يعني بريف صغير مع كلمة صغيرة تحكيها للشباب، تحكي لهم يعني بريف صغير كثير شو اللي صار معك، وانت شو بتنصحيهم يعملوا اذا صار معاهم هذا الاشي؟ طيب اول اشي يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا رب. تمام، اول اشي بدي احكي لكل مهندس انه صح الظروف صعبة، وصح الوضع ما عم بتحمل،
صح كثير ناس ما عم تشتغل، واللي عم بيشتغل في منه كمان مش مبسوط، بس يعني لازم ما نيأس أبداً، اليأس لازم ما يكون له محل، ودائماً دائماً دائماً لما يكون عندك فكرة مآمن فيها ضلك وراها، ما تيأس. لو أول عقبة مرت بحياتك خلال هاي الفكرة، ثاني عقبة، ثالث عقبة، إذا أنت عن جد مآمن بأي فكرة ضلك وراها على طول، إلا ما تلاقي حدا يساعدك، مستحيل. طيب باش مهندسة، سؤال صغير، المعارضة اللي كانت لإلك، إذا كان في معارضة أصلا على الموضوع من جهة النقابة، كانت كثير كبيرة ولا الشباب تساهلوا معك ودعموك ووصلوا فكرتك؟ أنا للأمانة أول ما خطرت لي الفكرة بعتها لنقيب المهندس أحمد سمارة على الفيسبوك. حلو. هذا الحكي بشهر 11/2018. بالعكس رد علي 11/2018. حلو. ورد علي بكل احترام وحكى لي ان شاء الله نتصل فيك قريبا. وانا بعرف يعني المهندس احمد سمارة كثير بكل مشغول، ويمكن ما عم بلاقي وقت انه يعني يتابع كل الاشي اللي عم توصل. فبس انه ما اني انا لقيت تقبل منه فضلت الفكره ببالي انه في مجال. ببداية 2019 حكيت بدي بس انزل على الفيسبوك واشوف الفيدباك من الناس عندي، يعني بمجتمع الفيسبوك او الاصدقاء اللي عندي في منهم كثير نقابيين ومهندسين كثير، يعني في ممكن احصل على فيدباك كثير منيح. يعني برضه المهندس احمد صيام تابع الموضوع وما نسي، والمهندس احمد سمار الزعبي دعم الموضوع، المهندس زياد ابو هزين كمان دعم الموضوع. يعني انا اللي بلاحظه انه هلا لجنه المعفيش برضه دعموا الموضوع. حلو. اشخاص مش نقابيين دعموا الموضوع. طيب معناته ما يعني ما حدا عارض زي ما احنا عم نسمع او بنشوف على الفيسبوك انه والله انا النقابه ما عم تجيني وما عم بتساعدني، لو بدي اسوي راح يطنشوني. فعليا انت ما اول ما حكيتي يعني مو بس النقابه، ما فيش بالحياه ما في شيء بيجي بالضبط. يعني احنا بنمر بظروف صعبه جاسم، اذا الواحد ضل ايده على خده بالبيت ولادي شغل، صف الحياه كثير صعبه وانت انسان غير منتج. حتى لو مهندس مو لاقي شغل في كثير طرق تتطور، بس على قافل تتطوع. انا اغلب اخر 6-7 أشهر كان حياتي كلها تطور، بس هذا التطور فتح لي افق كثير كبيره، يمكن احسن من وظيفه 100%. الوظيفه راح اقعد في مكان واضل معك الهواء فيه، اتطور باشياء وثلاث ثانيه. بالعكس يعني كل مهندس صح ما عم بنلاقي شغل، كل بدنا شغل كلنا بدنا نكتب، بس اذا ما مو مكتوب لك بهالوقت انت مكتوب لك شيء ثاني، فلازم تطلب، لازم تتطوع 100%. يعني اذا انت بتسعى واذا انت اذا بتحكي، خلينا نحكي عن موضوع النقابه تحديدا، روح على النقابه ما حد راح يقول لك لا، الكل راح يقول لك اهلا وسهلا وتعال احنا بدنا نسمع فكرتك. كلها بترحب، يعني برايي انه النقابه فاتحه ايدها للكل، بس بدك انت تتحرك. تمام. طب شو رايك في الاجتماع اللي راح يصير يوم 23؟ انا شفت البوست من المعماريين الشباب مع النقيب، كم شخص لازم تتوقع يكون موجود؟ ممتاز. لازم كل واحد عنده مشكله، لازم كل 100%. كل واحد عنده فكرة أو مشكلة أو اعتراض أو مشاركة، أنت حابب تسمع يا سيدي فكرة. إيش سلبي إيش إيجابي، إلك حق تكون، إلك حق تعطي رأيك شو ما كان، لأنه أنت مهندس موجود بنقابة المهندسين وكيت الرأي وكلها رح تتقبل 100%. عم بحكي بدنا ندعو الكل بيوم 23 الشهر في اجتماع مع النقيب، نشروا لجنة المعماريين الشباب، الكل يسجل في الرابط وروح، خذ من وقتك وروح واحكي واطرح المشكلة اللي عندك. والشغله الثانيه اجتماع يوم 26 الهيئه العامه اللي هو اصلا ما تم 19 لانه ما حدا راح، فاي حدا عنده اعتراض او عنده فكره انه صعب كبير. فما اعتقد انه ممكن يشتغل فيه 3000 شخص، ولكن يعني التاريخ الفعلي بتمنى انه الكل يحضر ان شاء الله، الكل يروح والكل يحضر. كلنا من حدنا انه نكون موجودين، كلنا من حدنا انه نعطي راينا وما حدا بيحكي لك لا. مهندس انا كثير بشكرك بعد اذنك، طبعا راح اشير الفويس هاد بالفيديو عشان الكل يسمع والكل يعتبر والكل ياخذ هذا الموضوع قدوه له ويروح. شكرا كثير مهندس ياسر، واحنا لساتنا بالبدايه، واي حدا ممكن كمان يطور اي فكره عنده، الافكار دائما موجوده، بس الفكره اذا ظلت فكره ما في نتيجه منها. فشكرا كثير لك. شكرا كثير لوقتك. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك مهندس ياسر. مع الف سلامه. مع الف سلامه. زي ما شفنا زي سمعنا من المهندسه هديل، كانت عندها مبادره، كانت عندها فكره، هاي الفكره انعرضت بشهر 11/2018، احنا عم نحكي اليوم احنا بشهر 2/2019، عم نحكي عن اقل من 3 اشهر من عرض الفكره لمناقشه الفكره
لدعوة صاحب الفكرة، تشكيل اللجنة برئاسة صاحب الفكرة، ودعم من كل الناس الموجودين. المهندس أحمد سمارة الزعبي مشكور نقيب المهندسين، المهندس أحمد صيام رئيس الشعب المعمارية، والمهندس زياد مهزيم رئيس لجنة المعماريين الشباب، وأعضاء لجنة المعماريين الشباب، وجهات تانية، وأتوقع كل اللجان راح تدعم هاي الفكرة، وكل الأعضاء الموجودين في النقابة إن شاء الله راح يدعموا هاي الفكرة. فما حدا عارض فكرة المهندسة بعد ما تواصلت مع النقابة. النقابة ما بتعرف إنك أنت عندك فكرة، أنت إذا عندك فكرة أو اعتراض أو عندك توجيه أو whatever احكي مع النقابة، إذا بتعرف حدا في النقابة رن عليه، إذا ما بتعرف حدا رن على رؤساء اللجان، ما بتعرف حدا من رؤساء اللجان أو ما بدك تحكي مع رؤساء اللجان رن على أعضاء الشعب، رن على رقيب المهندسين، الكل راح يحكي لك أهلا وسهلا وتعال واشتغل وإيدنا في إيدك. فما تستنى إنه أنت حدا يجي لعندك يحكي لك يلا تعال اشتغل، لأنه هو إذا أنت بالنسبة لك هو شخص مقابلك، أنت عندك رئيس مثلا الشعبة أو رئيس اللجنة أو عندك مثلا نقيب أو عندك مجلس أو whatever، هو بالنسبة له هو مقابل في 150 ألف شخص اللي هم عدد المهندسين، فصعب إنه هو يقدر يعرف الكل شو بده إلا إذا الكل حكى معه. فأنا أتمنى من الكل يتواصل مع النقيب ويعطيكم ألف عافية.